بنرحب بيك مستر ميشيل على قناة الأهلي، وبنبارك لك كمان على الثلاثية، بطولة الدوري، بطولة كأس مصر، بطولة دوري أبطال أفريقيا. مساء الفل مساء الفل على كل جماهير النادي الأهلي وعلى النادي الأهلي. طبعا أنا سعيد، مقدمة سعيدة جميلة، سعيد بيها جدا. أنا بشكركم على المقدمة الكويسة اللي حضرتك عملتها، أنا مبسوط بيها. وطبعا ده فوز كبير، حاجه كل بيحسب له الفوز ده والانتصار ده، الثلاث ألقاب اللي حققناهم لكل النادي وكل ما هو ليه علاقه بالرياضه في النادي، رئيس النادي وجمهور النادي الاهلي وجماهير الاهلي. اعتقد كل الألقاب اللي حققناها بتحسب الناس كلها وتنسب للناس كلها، للجماهير مش بس للفريق، لان كل واحد كان ليه دور في ده، كل واحد بذل قصاره جهده عشان يحقق اللقب. مهما كان معانا في المنظومه، كل واحد فينا بذل قصاره جهده عشان يحقق اللقب. كل المحيطين بينا، الاعمال المساهمه في الانجاز اللي حققناه ده، انا شفت بعد الانتصار اللي حققناه الاجواء كانت رائعه، كانت حاجه فعلا مؤثره جدا. شفت اللي حصل في الملعب وفرحه الجماهير وفرحه العاملين في المنظومه الرياضيه بالنادي، كانت لحظه اعتقد يعني عمري ما هقدر انساها. طبعا انك تسعد الجماهير، وده دور كره القدم، حاجة من فعل سحر كرة القدم، توهب السعادة للجماهير.